صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في هذه النشرة الجوية التي ستتحدث عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال ساعات نهار اليوم الخميس بحول الله. نبدأها بتوقعات الجوية للعاصمة عمان، حيث تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالحرارة المسجلة ليوم أمس، حيث تسجل الحرارة العظمى في العاصمة عمان 19 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم، نسب رطوبة عالية نوعا ما 84%، أما الرياح تكون غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. أنتقل الآن للتوقعات الجوية في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد طقس غائم جزئي 21 إلى 11، المفرق 23 إلى 12، جرش 22 إلى 12، عجلون 20 إلى 11. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأها بالبلقاء 23 إلى 14، مأدبة 22 إلى 12، عمان 19 إلى 12، الزرقاء 23 إلى 13، البحر الميت 29 إلى 19. أما المنطقة الجنوبية الكرك 19 إلى 12، الطفيلة 21 إلى 13، معان 23 إلى 13، الشوبك 20 إلى 12، العقبة 31 إلى 20. أما المنطقة الشرقية تتأثر ببعض الأتربة المثارة في الصفو والأزرق، الصفو تسجل 25 إلى 13، الأزرق 26 إلى 16، أما رويشة 28 إلى 13. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، نتمنى نهار سعيد للجميع، إلى اللقاء.